تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب في فريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة ميرا الخفلي، وفي الإخراج معانا مخرجنا الأستاذ سعيد المر، وفي التقديم اليوم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون دائما تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم حلقتنا متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة مستمعين الأعزاء، لكن قبل كل هذا بناخذ خبرنا لليوم، يتحدث عن الدوار يمكن أن ينتج عن أسباب عضوية. يعد الشعور بالدوار أمر جدا مزعج، وغالبا ما يرجع الدوار إلى أسباب عضوية، وأحيانا قد تكون أسبابه نفسية كالتوتر والقلق. وأوضحت مؤسسة الدماغ الألمانية أن الدوار يرجع في الغالب إلى أسباب عضوية تتمثل في مشكلة في الأذن الداخلية مثل مرض مينير أو التهاب عصب التوازن. وفي بعض الأحيان يندرج الدوار ضمن أعراض انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب، كما يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في الشعور بالدوار كإحدى الأعراض الجانبية. وأيضا هناك أسباب نفسية، حيث أوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور فرانك أن الدوار يمكن أن يحدث بسبب التوتر، الاكتئاب واضطراب القلق. ومن جانبه أشار البروفيسور كلاس لامان من الجمعية الألمانية للطب النفسي أن الدوار قد يحدث بعد الأحداث المؤلمة مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو في المواقف العصيبة. وإذا كان الدوار يرجع إلى سبب عضوي فيتم مواجهته من خلال علاج المرض الأساسي كالتهاب عصب التوازن مثلا. أما إذا تم التحقق من أن الدوار قد يرجع لأسباب نفسية، حينئذ يجب أن نواجه هذه الأسباب من خلال تقنيات الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي. هذا كان خبرنا لليوم مستمعين الأعزاء، معناته الدوار قد يكون بسبب عضوي أو بسبب نفسي. ومن خبرنا لليوم ننتقل لأسم الجناح اللي كلنا صرنا متعودين انها بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور الدين. ايش عندك اليوم من أخبار حقنا؟ من ضمن الأشياء والأخبار كانت موجودة يوم أمس، كان شهر يعني هذا الخبر، شهر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق دورة جديدة من مبادرة دمي لوطني. المبادرة دكتورة يعني تستهدف دعوة المجتمع للتبرع بالدم لتوفير وحدات دم للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث، وهذه موجودة ومستمرة مع الجهات الثلاثة، هيئة الصحة بدبي، خدمة الأمين، وأيضا الإمارات اليوم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن مستمرين في تغطية آخر المشاركات الموجودة في معرض الصحة العربي. من ضمنها تطرقنا لخدمتين، الخدمة الأولى وهي رافد النظام الذكي للتفتيش عن بعد للمنشآت الصحية الخاصة، وأيضا كتاب التحدي وتفاصيل هذا الكتاب موجودة أيضا في المعرض. ممكن الأشخاص اللي اليوم آخر يوم المعرض أن يجون يحصلون على نسختهم الإلكترونية من خلال زيارتهم المعرض.
أيضا أكد على أهمية علاج الطبيعي وأهمية أخذ المواعيد قبل الحضور إلى المركز الصحي، وأيضا من المهم جدا الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين حتى بعد أخذ اللقاح. نتمنى لهم الصحة والسعادة، نتمنى لهم عطلة سعيدة آمنة وصحية. ودمتي بصحة وسعادة، كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما قالت اسم اليوم آخر يوم من معرض الصحة العربي، فاللي حاب يقوم بزيارة منصة الهيئة في المركز التجاري عنده فرصة، ما زال عنده فرصة اليوم يبادر ويذهب ويشوف هيئة الصحة شو عندها من خدمات وشو عندها من مبادرات جديدة. هذه كانت آخر مستجداتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن المختبر الجديد اللي تم افتتاحه في مطار دبي الدولي. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يوم أمس الأول مختبر بيور هيلث، الذي يعد واحد من أكبر وأحدث مختبرات مطار دبي الدولي الداخلية لتحليل عينات البي سي آر. للحديث عن هذا المختبر وأمكانياته وأهميته في تحسين تجربة السفر، يسعدنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ هشام سالم النهدي رئيس عمليات المبنى 3 بمطارات دبي. صباح الخير أستاذ هشام. أستاذ هشام. نعم صباح النور. أستاذ هشام، لو شوي تعطينا فكرة عامة عن مختبر بيور هيلث الذي تم تدشينه مؤخرا بمطار دبي الدولي. في البداية طبعاً حابين نشكركم على هالاستضافة وإبراز دور مطارات دبي لإنعاش الاقتصاد في الإمارة وتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين. طبعاً في البداية نحن في مطارات دبي نبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة ثقة المسافرين والعمل على راحتهم خلال تجربة سفر مميزة عن طريق مطارات دبي. طبعاً هذه المبادرة والتي تعد واحدة من أكبر المختبرات الطبية هي نتاج التعاون المشترك بين مطارات دبي وهيئة الصحة في دبي وشركة بيور هيلث، اللي يعكس نموذجا مثاليا للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. طبعا هذه مبادرة نسمى فلفتي بتسرع إجراءات فحص المسافرين عند الوصول للمطار، وتسرع عملية تحصيل النتائج فحص البي سي ار في خلال ساعات قليلة إن شاء الله. طيب شو أهمية افتتاح مثل هذا المختبر في مطار دبي الدولي ودوره في تحسين التجربة؟ الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المختبر هو تقليل وقت الحصول على النتائج. نحن حاطين مدة أقصاها 4 ساعات تكون إن شاء الله نتائج فحص البي سي آر تكون جاهزة للمسافرين، مما طبعا سيسمح للزائرين الاستمتاع على الفور بزيارتهم لإمارة دبي. هذه المبادرة بتكون عامل جد للمسافرين وزوار الدولة، اللي بدورها بتؤدي إلى انتعاش قطاع السياحة والسفر والأعمال. يعني أنت تقول لي أن أنا إذا سويت فحص البي سي آر في هاي المختبر خلال 4 ساعات أنا أقدر أعرف نتيجتي، وهذا الوقت يعتبر جدا قياسي في الحصول على نتائج البي سي آر. بالتأكيد هذا المختبر تم تخصيصه طبعا فقط
لمسافري مطارات دبي القادمين للدولة. فبمجرد وصول المسافر إلى مطار دبي بيتم فحصه عندنا في مناطق الفحص البي سي آر الموجودة في مبنى واحد ومبنى اثنين ومبنى ثلاثة. ومن وقت أخذ العينة من المسافر هذا في خلال 4 ساعات إن شاء الله تطلع نتيجته وتوصل رسالة نصية بنتيجة المختبر. صحيح ويقدر يمارس إجازته أو عطلة صيفية على طول في الإمارة. جميل جدا. لو شوي تحدثنا عن إمكانيات هذا المختبر وما هي طاقته الاستيعابية. موقع المختبر جدا مميز، حتى يعني تم اختيار الموقع في حرم المطار لضمان سرعة تسليم العينات والحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن. مساحة المختبر تقريبا 20,000 قدم مربع، ويمكن يحلل أكثر من 100,000 عينة يوميا، وتعطينا طبعا نتائج موثوقة في غضون ساعات باستخدام أحدث معدات اختبار الكوفيد 19 المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. بالإضافة تم ربط التقارير الصادرة من هذا المختبر بالمنصات الحكومية لضمان سهولة تبادل المعلومات بين الهيئات الصحية وشركات الطيران. جميل جدا. يعني مش بس ان الفحص سريع و ولكن يعني انتم تقدرون تسوون الى غاية 100,000 فحص، وبعد هو انتم رابطين بالشبكات المحلية عشان الموضوع يكون اسهل للجميع. طيب استاذ هشام، هل في من كلمة اخيرة حاب توجهها للمستمعين بخصوص مطار دبي وايضا بخصوص المختبر الجديد عندكم؟ طبعا نحن من مطارات دبي نود التأكيد ان نحن نبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة طاقة المسافرين، وان سلامة مسافرينا هي على رأس اولوياتنا. وفي النهاية طبعا نود نذكر المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتعرف على متطلبات السفر الى وجهاتهم، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا أستاذ هشام سالم النهدي، رئيس عمليات المبنى 3 في مطارات دبي. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. كان معنا الأستاذ هشام وحدثنا عن المختبر الجديد اللي تم افتتاحه في مطار دبي الدولي. هذا المختبر سوف يساهم في تسهيل عملية فحوصات البي سي آر، طاقة الاستيعابية جدا كبيرة، وأيضا الشيء المهم أن نتائج الفحص اللي يسوونه القادمين إلى إمارة دبي النتائج تطلع في غضون تقريبا مثل ما قال الأستاذ في غضون 4 ساعات. طبعا هذا الشيء يضمن سلامة المسافرين وأيضا سلامة المتواجدين في إمارة دبي، وهذا الشيء بيساعد في عملية مكافحتنا لجائحة كوفيد-19. مستمعين الأعزاء، هذا كان حديثنا عن مختبر بيور هيلث الجديد اللي تم افتتاحه في مطار دبي. بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنتحدث شوي عن نظام ذكي آخر. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ضمن مشاركتنا بفعاليات معرض الصحة العربي، تستعرض هيئة الصحة في دبي إحدى أنظمتها المتميزة والمتماشية مع التطورات والتقنيات الذكية،
وهو نظام ذكاء الأعمال بمختبرات هيئة الصحة في دبي. اليوم راح نتحدث عن هذا النظام، ويسعدنا ويشرفنا لليوم تكون معانا عبر الهاتف الأستاذة حصة البستكي، رئيس شعبة أنظمة المعلومات المخبرية بإدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة حصة. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذتي. لو شوي تعطينا فكرة عامة عن هذا النظام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة بأثير إذاعة نور دبي عبر برنامجها المتميز صحة وسعادة، وتحية خاصة لكم، وأنا اليوم سعيدة بتواجد بينكم، وتحية طيبة كلها ود واحترام لكل المستمعين. نظام ذكاء الأعمال عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة للأعمال المخبرية في كل هيئة صحة دبي. نحن في إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة صحة دبي دائما نسعى للوصول إلى أعلى المعايير العالمية للجودة ورفع مستوى ورعاية وسلامة المريض. وتماشيا مع رؤية حكومة دبي الذكية كحكومة رقمية عالية الكفاءة، كان لابد من مجارات هذا التطور، ونستغل المواد الموجودة عندنا في تسريع العملية المخبرية التخصيصية. ففي إحدى سفراتي عبر مطار دبي الدولي لفت انتباهي أن عمل الشاشات التي تعرض السفريات وحركة الطائرات وكيف أن هاي البيانات تتحدث بشكل مرتب ومنظم، ففكرت أن إحنا عندنا قاعدة بيانات ضخمة اللي هو نظام ذكاء الأعمال، فليش إحنا ما نستخدم ونستفيد من هاي البيانات الموجودة اللي تسهل وتسرع العملية التخصيصية للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية في هيئة صحة دبي. فقمنا عن طريق توفير شاشات تلفاز بكل مختبرات هيئة صحة دبي، وهاي الشاشات تعمل على نظام ذكاء الأعمال وتعرض البيانات. وأيضا يعني فأخذنا فكرة الشاشات من مطار دبي الدولي، والحمد لله حصلنا على جوائز عديدة من هذا الشاشات. وأيضا في نفس الوقت نظام ذكاء الأعمال، نظام ذكاء الأعمال ترسل تقارير آلية حسب المطلوب، يومي، أسبوعي، شهري، سنوي للجهات المعنية. طيب أستاذة، شو هو دور نظام ذكاء الأعمال خلال جائحة كوفيد-19؟ هذا السؤال وايد مهم. احنا خلال جائحة كوفيد-19 كإدارة المختبرات وعلم الوراثة كان لنا دور كبير، واللي ساعدنا ووصلنا إلى يعني الكل كان منظهر كيف النتائج السريعة توصل للمريض، نتائج مسحات الكوفيد-19 كان عن طريق دور ذكاء الأعمال. كما ذكرت أن ذكاء الأعمال ترسل تقارير، فما كان عندنا أن يعني نرجع للأوراق أو نرسل ونستخدم ناس في هالموضوع. فنظام ذكاء الأعمال كانت ترسل تقارير آلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للنتائج الإيجابية. كنا نرسلها إلى مراكز اتصال هيئة الصحة ووحدات مكافحة العدوى في كل المستشفيات إلى الآن. وفي نفس الوقت أيضا نرسل ذكاء المعلومة، نظام ذكاء الأعمال ترسل تقارير آلية لجميع المنشآت الغير تابعة للهيئة، اللي الهيئة تسوي تحاليل الكوفيد لهم، وهذا يضمن سرعة وصول النتائج دون تأخير. وأيضا إحنا نوفر إلى اليوم نتائج وعن طريق بعد ذكاء الأعمال تقارير إحصائية للإدارة العليا في هيئة الصحة إن تساعد صانعي القرار في التحليل واتخاذ اللازم. وأيضا خلال الجائحة كان عندنا كما ذكرت أن العامل الزمني وايد مهم، لأن كل حد يبغي يعرف نتيجة الكوفيد بأسرع وقت.
دور نظام الأعمال، التقارير والشاشات ساعدنا إن وصول التحاليل والنتائج أسرع وقت ممكن، وإحنا في هيئة الصحة يعني ما لاحظنا أي تأخير في وصول النتائج إلى ملف المريض. طبعا أستاذ حصة، دور المختبرات كان جدا يعني فعال وجبار، وأثبت كفاءته في ظل هذه الجائحة، وهذا الشيء الكل يشهد له. وأنا يعني حابة أشكركم على كل الجهود الجبارة اللي بذلتوها في مكافحة هذه الجائحة. أنتم أيضا من ضمن خط دفاعنا الأول أستاذة. الحمد لله، الحمد لله، كنا اشتغلنا بروح الفريق الواحد. صحيح. لا شفنا بالساعات ولا فكرنا في الأهل. أهم شيء كان عنا أن دولتنا تكون في رقم واحد في كل الـ يعني النواحي، سواء كانت العلمية الصحية، والحمد لله قدرنا نسيطر على هذا الوباء بشكل كبير. الحمد لله. أستاذة، كيف ممكن إحنا نستفيد من هذا النظام، وشو هو دوره في ضمان سلامة المرضى وتحسين سير العمل داخل المختبرات والمشاريع اللي تدعم هيئة الصحة في دبي، مثل استراتيجية دبي اللاورقية؟ ما شاء الله، سؤال وايد والسؤال اللي احنا اليوم هالايام شغالين. صحيح. استراتيجية حكومة دبي اللاورقية، وان شاء الله هيئة الصحة قريب بنوصل ان شاء الله صفر اوراق في الهيئة ان شاء الله. عن طريق يعني بما ذكرت ان نظام ذكاء الاعمال عبارة عن شاشات تعرض في المختبرات، فانا اقدر اقسم الاستفادة الى نوعين. القسم الأول والأساسي سلامة المرضى، والثانية أن هاي الشاشات في ذكاء الأعمال ساعدنا مراقبة بيانات المختبر لرفع مستوى الأداء، حيث أن يعني من يوم لحظة سحب العينة من المريض تتبع العينات على هاي الشاشات لين استخراج النتيجة، مما جعل الأخطاء الطبية تؤول للصفر. وهذا الشيء أسهم في إسراع العملية التشخيصية. وأيضا عندنا شاشات في مختبرات هيئة صحة دبي إن مع منبهات صوتية، فمجرد ما موظف المختبر خلص نتيجة والنتيجة كانت غير طبيعية حرجة، في نفس الوقت الجهاز يبعث منبه صوتي call back. فكل حد يسمع هالصوت، فهذا ساعد إلى وصول النتائج الحرجة في أسرع وقت لطبيب المعالج، مما ساهم في التدخل السريع وإجراء اللازم. وأيضا بما ذكرت خدمة الفاضلة في استخدام الأوراق، بوجود هذه الشاشات أنا ما أشوف أوراق موجودة في المختبرات، لأن كلهم معتمدين على هاي الشاشات. هاي الشاشات عززت استراتيجية حكومة دبي اللاورقية. الحمد لله. في نفس الوقت أنا حابة أضيف شيء وايد مهم. حقيقة يعني حجم الدعم المتواصل من القيادة والإدارة يجعلنا نسير إحنا بكل ثقة وثبات نحو تطور مستمر، ودائما يجعلنا نعمل البحث المستمر لإيجاد حلول متقدمة في تعزز مكانة دبي العالمية في المجال الصحي. أستاذة حصة، هل في من كلمة أخيرة حابة تقولينها بخصوص هذا النظام، أو هل في من كلمة أخيرة بشكل عام حابة تتحدثي لنا عن إدارتكم، إدارة المختبرات وعلم الوراثة؟ والله الكلام يعني وايد، بس أحن لأن الوقت قصير، يعني إن شاء الله حاولت أن أغطي كل الأشياء اللي كانت مطلوبة. والله شو يعني في الختام، يعني أنا أبغى أؤكد للجميع أن إحنا نسعى دائما في توفير أنظمة ذكية تسرع العملية التشخيصية، لأن إحنا في المختبرات هدفنا المريض، ولازم دائما نضمن أعلى المعايير العالمية في سلامة المرضى، ودائما إحنا نخلق بيئة آمنة، بيئة عمل آمنة لكل الموظفين. يعني لازم كل موظف يكون مرتاح في بيئة المختبر اللي يعمل فيه،
فبوجود هذه الأنظمة الذكية وبفضل حكومتنا الذكية التي تشجعنا دائما للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، الحمد لله إحنا واصلين يعني أعلى المعايير وشهادات العالمية في سلامة المرضى. متمنية دوام الصحة والعافية لكل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات. يعني هو مو أخيرا بس لازم أنا أقول هالكلام، أنا عندي لوحة، ما أحب كلمة أنا بعد، بس عندي لوحة في مكتبي في إدارة المختبرات وعلم الوراثة اقتبست من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأفتخر بهالكلام ورمز لكل موظف لازم يكون على أرض الدولة أن لا تمارس عملك كموظف، صحيح، بل مارسه كقائد يحب وطنه، صحيح، وكصانع يعشق صنعته، وكفنان يبدع فنه، صحيح. فإحنا لو خذنا هالكلام فما أظن بيكون أي نقص موجود في أي مكان في حكومة دبي. وأنا أظن الكل تبنى هذه المقولة في ظل الجائحة، وهذا الشيء اللي خلانا إحنا نكون من ضمن الدول اللي قدرت تكافح الجائحة هذه بكفاءة جدا مميزة وبكفاءة جدا عالية أيضا. فعلا الحمد لله. أستاذ حصة البستكي رئيس شعبة أنظمة المعلومات المخبرية بإدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. الله يخليكم، حاضرين في أي وقت، الله يخليكم، شكرا جزيلا. كانت معانا الأستاذة حصة وعطتنا فكرة عن النظام الذكي لأعمال مختبرات هيئة الصحة في دبي. هذا النظام سوف يسهل على العاملين وأيضا المستفيدين في هذا المجال، وهذه تعتبر إحدى التطورات والتقنيات الذكية اللي هيئة الصحة دائما تحرص أن تدخلها في أنظمتها وعشان تحسن من سير العمل وتزيد من كفاءة العمل أيضا. مستمعين الأعزاء، هذه كانت فقراتنا لليوم، لكن مثل ما عودكم استغل الدقائق الأخيرة ونكمل حديثنا عن الصيف والمواضيع اللي تهمكم أنتم كمستمعين في فصل الصيف. حديثنا اليوم بنتحدث شوي عن البشرة خلال فصل الصيف. مستمعين الأعزاء، احنا نعرف ان البشرة يعتبر الجهاز الأكبر في جسمنا، لذلك جدا مهم ان احنا نهتم ونولي اهتمام كبير خلال فصل الصيف لبشرتنا، لان احنا نعرف ان مستويات الأشعة الفوق بنفسجية ممكن ان تلحق ضرر جدا كبير على بشراتنا، ولازم احنا نحافظ على هذه البشرة بطرق معينة. اهم شيء الترطيب، ارتداء ملابس واقية، استخدام واقي الشمس، وأيضا نفهم مخاطر التشمس وكيف نتجنبها، لأن احنا نعرف أن العديد منا في فصل الصيف يحب أنه يقوم بالتشمس، لذلك لازم احنا نعرف مخاطرها وكيف ممكن احنا نتجنب هذه المخاطر. أولا بداية عن الترطيب، الترطيب يعني أن احنا نحافظ على رطوبة جلدنا ونمنع فقدان المياه فيها، لذلك احنا نقدر نحافظ على ترطيب جلدنا من الداخل والخارج ايضا. من الداخل يجب ان احنا نحافظ على شرب كمية كافية من المياه، وانا حدثتكم عن المياه في حلقة سابقة وبينت لكم اهمية شرب المياه والكميات الصحيحة لشرب المياه. جدا مهم ان احنا نحافظ على غذاء صحي مليء بالأوميجا 3 وفيتامين A واطعمة غنية بالكولاجين عشان احنا نحافظ على ترطيب بشراتنا من الداخل، ومن الخارج احنا نستعمل الكريمات والسيرامات اللي تعزز الرطوبة عشان تضمن ان بشرتنا تتم رطبة من الداخل والخارج.
هذا بخصوص ترطيب جلدنا، أما بخصوص ارتدائنا للملابس الواقية، احنا نعرف انه أشعة الصيف تكون جدا مزعجة وجدا قوية، وبالأخص للأشخاص اللي عندهم بشرات حساسة أو اللي يتحسسون من أشعة الشمس المباشرة، وأيضا العوامل البيئية تعرضنا لها، أشعة الشمس البنفسجية، الحرارة العالية ممكن أن يعرضنا لخطر التلف الجلد، لأن نحن نعرف أن الجلد يعتبر حاجز وقائي يحمينا من هذه العوامل البيئية القاسية. نتيجة لهذا التلف ممكن أن احنا بشرتنا تتحسس، بشرتنا تحمر، أو حتى ممكن أن نتعرض لحروق في الشمس، وهاي الحروق ممكن أن تؤدي إلى ندب، نحتاج أشهر ويمكن سنوات عشان نعالج هذه الندبات. فأنا حابة أعطيكم بعض النصايح بخصوص الملابس الواقية. أولا ثلاث نقاط أساسية لازم أنتوا تحطون في بالكم أنكم تتبعونها يوم تختارون أقمشتكم الصيفية. اللون لازم تكون من الألوان الزاهية والفاتحة، لأن احنا نعرف انها تمنع أشعة الفوق بنفسجية من الوصول لبشرتنا وتعكس الأشعة هذه. طبعا التغطية، كل ما احنا غطينا يعني جزء اكبر من جلدنا، كل ما احنا حميناها من التعرض المباشر لهذه الأشعة. وأيضا في صانعي الملابس حين قاموا بإضافة أشياء جديدة في نوعية الأقمشة هذه، إذا يمكن لاحظتوا في بعض الأقمشة لما أنت تشتريها يكون محطوط عليها مثلا علامة UPF اللي هو حامل الوقاية، عامل الوقاية الحماية الفائق. هذه المواد الموجودة في هذه الأقمشة تعمل كواقي تحمي بشرتك وجلدك من امتصاص هذه الأشعة، يعني كأنها واقي شمس لكن في الملابس. وفي نقطتين جدا أساسيات لازم أنتوا تحطون في بالكم يوم تختارون النظارات الشمسية الخاصة بكم في فصل الصيف. اتأكدوا أن النظارات الشمسية تحتوي على UVA و UVB، لأن هذه الكلمتين معناتها أن بتوفر حماية عالية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، وهي الطريقة أنت تحمي منطقة العين من التعرض لهذه الأشعة. حجم النظارة كل ما كانت الحجم أكبر كل ما أنت حميت مساحة أكبر من وجهك، لكن بعد في نفس الوقت أنا أقول اختاروا الحجم اللي يناسب وجهكم. وطبعا ننصح أنكم أنتوا تقومون بارتداء القبعات. وفي نقطتين أساسيتين إذا أنتوا كنتوا حابين ترتدون القبعات، وبالأخص إذا رحتوا لمكان في أشعة شمس جدا مباشرة، وايد مهم أن القبعة تكون عريضة الحواف على الأقل 3 بوصات عشان تعطيك الظل الكافي عشان يحمي وجهك وراسك ورقبتك وكتفينك من أشعة الشمس. ونوعية قماش القبعة هذه احنا نقول انك تختار قبعة منسوجة بإحكام. القبعات القش هذه بالأغلب الظن انها ما توفر لك الحماية الكافية ضد أشعة الشمس الفوق بنفسجية. إذا بتختار قبعة قشية اتأكد ان النسيج فيها محكم وما في فراغات بين النسيج هذا. وطبعا النقطة الثالثة الأساسية، احنا تحدثنا عن الترطيب وتحدثنا عن واقي الملابس الواقية، لكن في شيء جدا مهم ان احنا لازم نحافظ عليه أثناء تعرضنا لأشعة الشمس، ألا وهو استخدام واقي الشمس. لازم احنا نحرص على استخدام واقي الشمس يحتوي على SPF اقل شيء انا انصحكم فيه يكون 50، وحاولوا ان يكون مكتوب على المنتج برود سبيكترام، وايضا يفضل ان يكون مقاوم للماء.
لأن استعمالنا للأس بي أف يمنع امتصاص جلدنا للأشعة الفوق بنفسجية، يحمي جلدنا، يقلل من خطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد إذا لا سمح الله، ويحمينا أيضا من حروق الشمس وأيضا من التصبغات اللي تنتج نتيجة تعرضنا للشمس. أما بالنسبة للفئة اللي تحب أنها تطلع في الصيف وتتشمس وتقضي ساعات طويلة عشان تحصل على اللون البرونزي الجميل، إحنا طبعا بداية ننصح أن أنتوا ما تقومون بهذا الشيء، لأن تعرضك لأشعة الشمس مثل ما قلت بداية ممكن أن يؤدي إلى شيخوخة مبكرة، حروق في الشمس، وأيضا لا سمح الله إلى سرطان الجلد. لكن إذا أنتم كنتوا حابين بعد، أنا ما أقدر ما أعطيكم بعض النصايح عشان تحمون نفسكم وبشرتكم قدر الإمكان من أضرار الشمس. أولا جدا مهم أنك تستعمل واقي للشمس يحتوي على SPF 50 درجة أو أكثر. جدا مهم أنك أنت تعيد وضع هذا الواقي كل ساعتين، أو إذا أنت دخلت في البحر أو حوض السباحة إذا طلعت من الماء ترد تحط واقي الشمس. ونفضل أنك أنت تتشمس قبل الساعة 10 الصبح، لأن احنا نعرف أن من الساعة 10 للساعة 3 هذه تعتبر الوقت اللي فيه أكثر خطورة أنك تتعرض للأشعة الفوق بنفسجية. فإذا أنت كنت حاب تتشمس فحاول أن تشمسك يكون قبل الساعة 10، ومدة التشمس ما تتجاوز الساعتين، حاول أنها تكون أقل من الساعتين، وتحرص على شرب كمية كافية من المياه. وإذا تعرضت لحروق الشمس وايد مهم أنك أنت ممكن تستعمل جل الصبار عشان يخفف من الآلام، وإذا شفت أن الحروق شديدة ننصحك للجوء إلى طبيبك الجلدي عشان يعطيك العلاج الصحيح. هاي كانت نصايحنا الصيفية بخصوص البشرة مستمعينا الأعزاء، ولا تنسون أن أثناء استمتاعكم بفصل الصيف لا تنسون أنكم تتبعون إجراءاتكم الاحترازية دائما وأبدا، وين ما كنتوا دائما حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، عقموا يديكم باستمرار، واحرصوا على ارتداء كماماتكم طوال الوقت بالطريقة الصحيحة. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم لنا، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لمخرجنا المبدع اليوم الأستاذ سعيد المر، كانت معكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.